ومعنا من العاصمة البريطانية لندن مراسلنا أشرف سعد. أشرف، هل من جديد لتصريحات لوزير الخارجية ديفيد كاميرون في ظل حتى تلويح، ليس تلويح لكن دعوات لربما في الداخل البريطاني عن فرض عقوبات على الجانب الإيراني وعلى الحرس الثوري الإيراني؟ يعني تصريحات ديفيد كاميرون لسكاي نيوز صباح هذا اليوم كانت واضحة للغاية، أنها أولا تبدي تأييدا كاملا لإسرائيل وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة هذا الهجوم. ولكن في الوقت نفسه، وهذا هو الجزء الثاني من الرسالة التي أراد ديفيد كاميرون توصيلها، وهي أن بلاده تدعو إسرائيل لعدم الرد ولضبط النفس لتفويت الفرصة على إيران أولا، ثم وهذا هو الأهم التركيز على التصدي لحركة حماس وعلى الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة. وقال إن الأمر يتطلب من حماس أن ترد على العرض المقدم إليها بالإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وبعد ذلك وهدنة بالطبع وقف القتال لفترة من الوقت مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس. لكن النقطة الشديدة الأهمية التي أشار إليها ديفيد كاميرون هو أن هذا الهجوم كان هزيمة مزدوجة على حد تعبيره لإيران. أولا أن الهجوم فشل بشكل شبه كامل، ثانيا وهذا هو الأهم أنها أظهرت للمنطقة وللعالم تأثيرها الخبيث الذي تسعى باستمرار لنشره، تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة، تقوم بدور شرير على حد تعبيره. وهذا هو الضرر الثاني الذي لحق بإيران من وراء هذا الهجوم، لأنه كشف للمنطقة كلها هذا التأثير الخبيث. الحقيقة أن التحليلات السياسية هنا في بريطانيا كلها تشير إلى هذه الرسالة المزدوجة. أولا، بريطانيا تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وبالتالي ترى أن لها حقا كاملا في الرد على هذا الهجوم بالطريقة التي تراها مناسبة. ولكن في الوقت نفسه تحاول بريطانيا الضغط على إسرائيل أو إقناع إسرائيل بعدم الرد مرة أخرى لنزع فتيل التوتر ومنع تصعيد الصراع في المنطقة أكثر وأكثر خلال الفترة المقبلة. وبالتأكيد هذه ربما تكون الرسالة التي أراد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم أمس توصيلها من خلال تصريحاته، وهي أيضا الرسالة التي أشار إليها قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بعقب اجتماع لهم في عبر تقنية الفيديو يوم أمس. من العاصمة البريطانية لندن مراسلنا أشرف سعد، شكرا جزيلا لك.